ايضا الزميل العزيز اسامه العوده كان ليه لقاء على الجانب الاخر مع فريق حرس الحدود رغم خسارته، ولكن المدرب العام الكابتن احمد عاصم كان ليه ايضا بعض التصريحات، تعالوا نتابعها من خلال هذا اللقاء ونرجع نكمل مع حضراتكم. مرة تانية من استاد حرس الحدود، معي هذه المرة الكابتن أحمد عاصم المدرب العام لنادي حرس الحدود. كابتن عاصم برحب بيك على شاشة أون تايم سبورتس، هارد لك. مباراة لسه في بداية الموسم، واضح يعني لعيبة كتيرة جدا، واضح عدم الانسجام، الفرقة لم تصل إلى الحد المطلوب منها في الانسجام. لو طبعا برحب بك النهارده، يمكن بقول الحمد لله، يمكن النتيجة النهارده والأداء ما كانش أحسن حاجة. زي ما أنت بتقول لسه بداية الدوري، اللعبة لسه التجانس لسه مش أحسن حاجة، بس برضه يمكن في اوقات بدات مثلا تمسك الكره شويه، انت حتى جبت الهدف في اخر الشوط، كان ناقص دقيقه ودقيقتين، كان لازم تمسك شويه فيهم. نزلت الشوط الثاني كان عندك دوافع، يا دوبك اول ثانيه داخل فيه الجون، فاللي يمكن ده اللي اثر معانا شويه. بعد كده قدرت اتدارك الموقف وكنت ماشي كويس، بس يمكن انت جبت جون بس طلع اوف سايد. بنقول الحمد لله طبعا ان لسه بدايه الدوري، ما فيش مشكله، ان شاء الله الماتشات الجايه نبقى احسن باذن الله. المباريات اللي جايه مع عدم الانسجام، مع عدم تجميع بنات في بدايه الدوري، هيكون في مشكله مع نهايه الدور الاول، شايف ده ازاي؟ وخصوصا ان المباريات كلها هتكون صعبه السنه دي. طبعا يمكن زي ما انت بتقول المباريات كلها صعبه، يمكن طبعا موضوع عدم الانسجام ده مش هاخد وقت كبير طبعا. يمكن احنا الفتره اللي فاتت لعبنا ماتشات وديه كتير، الانسجام واحده واحده، انت عارف الودي طبعا الرسمي، بس ان شاء الله الماتش الجاي واللي بعده باذن الله ان شاء الله هيبقى في اداء احسن، ان شاء الله في نتيجه باذن الله ان شاء الله. كابتن محمد يوسف اتكلم مع اللاعبين عقب المباراه، قال لهم ايه؟ يمكن طبعا اللعبة كلها طالعه متضايقه وزعلانه، يمكن طبعا كابتن لهم مفيش مشكله، احنا لسه في بدايه الدوري، ارفع راسك فوق، اللعبة كلها متضايقه. كابتن طلع له في اخطاء عندنا طبعا، ان شاء الله الاخطاء دي انا نشتغل عليها باذن الله ان شاء الله، والماتشات الجايه نبقى الاحسن باذن الله ان شاء الله. شكرا 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 شكرا. اذا مشاهدينا مشاهدي اون تايم سبورتس كل مكان، ده كان لقائي مع الكابتن احمد عاصم مدرب عام نادي حرس الحدود. الان العوده من استاد حرس الحدود للاستوديو التحليلي والزميل العزيز محمد غانم.